مساء الخير على كل حبايبي واهلا وسهلا بيكم، يا رب يكون الجميع دايما في الف صحة وخير. تعالوا بقى نشوف الخبر ده معانا. ايقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب ما حدث على الهواء. تعالوا بقى نشوف نعرف مين هي المذيعة دي وايه اللي حصل على الهواء مباشرة. فاجأت الاعلامية المصرية دينا عبد الكريم متابعيها باعلان ايقافها مؤخرا على التلفزيون المصري لسبب غير متوقع. وكتبت دينا عبد الكريم عبر حسابها على الفيسبوك إنه تم إيقاف ظهورها عبر برنامج صباح الخير يا مصر مؤقتا بسبب ظهور عرض من أعراض فيروس كورونا أثناء تقديم البرنامج. وكتبت دينا عبد الكريم: أسبوع أجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء احترازي علشان عندي دور حساسية وكحيت النهاردة على الهواء. كما تابعت دينا: محترمة القرار وعجبني بصراحة، لازم نكون أول ناس تعمل اللي بتقوله من اتباع الإجراءات الاحترازية. وختمت دينا منشورها بتوجيه نصيحة للجمهور بالبقاء في منازلهم حرصا على حياتهم. يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس وفاة 13 شخصا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، بينما ارتفعت عدد الحالات التي تمثلت للشفاء وخرجت من المستشفى العزل إلى 447 حالة. بس طبعا يا حبيبي الأرقام دي مش محددة بالظبط، لازم طبعا تكون من وزارة الصحة نفسها او من منظمة الصحة العالمية يعني عشان تكون مؤكدة. انما طبعا يعني مجرد كلام كده لا، اكيد لا طبعا، متبقاش اساسا دي الارقام الاساسية والاحصاءات يعني المظبوطة، لازم طبعا تكون من منظمة الصحة العالمية هي اللي بتبقى عارفة، وبتبقى عارفة في كل دولة فيها كم مصاب وفيها كم متوفي بالظبط، لانها طبعا بتبقى عاملة حصر لكل الدول يعني. ماشي حبيبي، ربنا يا رب يعدي الأزمة دي على خير. وديت دوت كان سبب إيقاف المذيعة المصرية ديت بتاعت برنامج صباح الخير يا مصر. ماشي حبيبي، وربنا يا رب يشفينا ويعافينا من المرض دوت والوباء ده إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يرفع علينا البلاء إن شاء الله بإذن الله، وربنا يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمين يا رب. وطبعا دي المذيعة هي دينا عبد الكريم. طبعا ديت يعني كحت كده على الهوا، فطبعا توقفت شوية يعني عشان كإجراء احترازي يعني، بحيث لو هي عندها الفيروس أو كده ما تعديش غيرها برضو. أتمنى لكم يا ربي حبيبي يوم جديد سعيد على الجميع إن شاء الله بإذن الله. تابعونا إن شاء الله، هتلاقوا عندنا كل جديد على عالم منوعات. أشوفكم على خير يا رب، مع السلامة.